نور، لماذا يحاول أن يتعب اليونان في الحصول على المساعدات؟ نوعا ما هناك كان شيء غريب، لكن يجب على الجميع أن يعلم أن اليونان قامت بكل ما طلب تستطيع. منها وكل ما طلب منها حتى بأكثر من استطاعتها، والجميع يعلم ذلك. لكن لماذا التأجيل؟ نوعا ما ألمانيا تحاول بشكل أو بآخر عدم الدخول في المزيد من نوعا ما ليس المسؤوليات لكن المزيد من دور العراب، انها دائما تحمي ظهر بالتأكيد. اليونان، نعم. خصوصا بعد ان قامت بعد ما قامت المحكمه الدستوريه بالحكم بدستوريه صندوق الاستقرار الاوروبي الجديد نوعا ما بشروط هي مشروطه يعني حتى لو انها مشروطه، لكن هو بالنهايه الماستر او اللي هو يعني العراب كما ذكرتي للازمه الاوروبيه الان اصبحت المانيا. كل كل حتى لا نتوقع اليوم فعليا ان يحصل اليوم، لكن يتم التصويت من قبل وزراء الماليه اولا، ومن ثم سيذهب الى البرلمان، نعم، البرلمانات الاوروبيه للتصويت عليها اولا. يعني اذكر لي، هل هذه الحلول المقترحه عمليه ام لا؟ عندما يقول بانهم سيمددوا اجال القروض بدل 15 سنة إلى 30 سنة، اقترحت فرنسا هالموضوع، كنت أمزح معك قبل لها وأقول يعني سيكون سنبقى على مدى 30 عام نتحدث عن اليونان حتى سيكون ضيوفهم أبنائي وأبنائك لاحقا. طب 30 عام، ما هي الاحتمالات أن اليونان حتى بعد 30 عام يعني تحرز تقدم في برنامجها؟ إن جينا للواقع هو غير عملي. واقعي وغير عملي، لأنه حتى لو أنا طولت الأجل ما فيش نمو أصلا. هذه من جهه، التفكير في سد العجز وليس في احداث نمو. بالتاكيد هذه واحده. الشغله الثانيه، طب احنا من بدايه الازمه من اول ما اعطوهم اول 100 مليار كان كل الحديث عن انه عندنا الدين الى الناتج المحلي الاجمالي 160%، وكان من المتوقع في عام 2020 ان يصل الى 120%. الان الحديث عن تطويل الفتره ل 30. نيجي نتفرج على الرقم نوعا ما مش منطقي، او لن نصل حتى في في 30 عام، حتى وخاصه بالضبط. في ظل الظروف الحاليه حتى استقرار بالتأكيد. بعد عام صعب جدا، هذا نوعا ما صعب جدا. المشكله في الامر انه الكثير من المشاهدين ممكن ان يقول طيب ليش ما يشطب الديون خلصت، لكن البنك المركزي الاوروبي لا يمكن ان يوافق على شطب الديون. في السندات السابق 57% من قيمه الذهب. طيب هم سيفرجوا عن 10 مليارات من اصل 31 مليار يورو تقريبا، ستاتي على شكل سندات، وقيل بانه حتى سيحصلوا على سعر خصم مغري جدا. من اين سيحصلوا على التمويل اللي بدهم يشتروا السندات؟ اكثر الاشياء اللي او اول شيء سيذهب الى القطاع الخاص كما حصل في السندات الاولى، لكن السؤال هل القطاع الخاص سيعود مره اخرى للدخول في اليونان؟ المره الاولى دخلوا ب 100 مليار، بعدين يجب ان التنازل عن 70% او 70% طبعا، فنوعا ما سيكون هناك صعوبه. التمويل من جديد سيكون عن طريق صندوق النقد الدولي، لكن بشروط يمكن ان تكون اقسى من ما كانت عليه في التمويل الاول. ماذا لهم تاريخ 2022؟ لماذا هذه المهله محدده انها تقدر انها تذهب بالعجز من ما يقارب 170% مقابل جي دي بي الى 120%، المعيار اللي حتى الان دول اوروبيه الجيده اوضاعها الاقتصاديه وصلت له؟ نوعا ما هي التوقعات بأن الأمور ستتحسن خلال الأعوام من الآن حتى 2022، لكن إن نظرنا بشكل بسيط نوعا ما لا يوجد أي مؤشرات في الوقت الحالي على أن هناك في تحسن بالاقتصاد العالمي، خصوصا ننسى الصين على جنب، لكن خصوصا في انه في اوروبا بالذات، الدومينو مستمر. الان كنا اول شيء اليونان، البرتغال، ايرلندا، الان اصبح الحديث عن اسبانيا ومن ثم ايطاليا وبعد الدول هذيك اليوم تم فرنسا فقدت التصنيف الائتماني الممتاز، تربل اي هنغاريا حتى يوم الجمعه تعيد النظره السلبيه عليها. اعاده النظر معناته او على الاقل هي النظره السلبيه معناته في تخفيض للتصنيف شئنا ما بينا، لكن من جهه اخرى ايضا ستاندرد بور مجرد ما قامت بتخفيض التصنيف الممتاز للولايات المتحدة الأمريكية، هذا أنه لا يوجد أي دولة في دول الاتحاد الأوروبي ستستمر، حتى ألمانيا من الممكن أن تصل إلى المرحلة، خصوصا أنها تعاني الآن في القطاع الصناعي. طب نعود إلى السلع، الذهب وجدنا كان على ارتفاع، لا نحكم بداية الجلسة كان على ارتفاع، عاد نوعا ما للتصحيح، يستفيد من ارتفاع اليورو بانه اليورو ايضا سيجد انفراجه اذا ما كان القاده الاوروبيين سيحرزوا تقدم بشان اليونان، كذلك نجد وان كان تغيرت الان الصوره، وجدنا اليورو يتراجع نوعا ما، كذلك الذهب يدخل عن بعض المكاسب، كيف ترسم العلاقه في الفتره القادمه؟ هناك في شيء مهم جدا، في تاريخ 21 نوفمبر 2012 هي الانيفرساري او اللي هو ذكرى 60 عام
للوصول إلى القاع في كل السلع اللي هي كانت في العام 1952. اللي شهد في هذيك الفترة لم تشهد السلع منذ تلك الفترة أي نوع من الانخفاض بعد ذلك التاريخ. كانت بداية دورة الحياة اللي بنسميها. أي أحد بيقرأ عن السايكلز أو دورة الحياة، هناك في عندنا أكثر من دورة، عندنا دورة العشر سنين وعندنا دورة العشرين سنة، لكن دورة العشرين سنة دائما أهم، والأهم من دورة العشرين سنة هي الدورة الثالثة من دورات العشرين سنة والتي هي 60 عام، اللي هي نحن دخلناها في 21 نوفمبر. فهي نوعا ما إذا نظرنا فقط للأسابيع الماضية وكيف تحركت السلع، ليس فقط على مستوى السيلفر والذهب، لكن إذا يعني رأينا اللي هو الخشب، الأورنجوس، جميعها أعطت يعني ارتفاعات واضحة. فنوعاً ما بشكل سريع فقط حتى أنه اللقاء، النفط يعود إلى التراجع بعد وإن كانت التوترات ما تزال في المنطقة، كيف تفسر تحركة النفط وماذا تتوقع له؟ لا زالت حتى كل المناوشات التي تحصل خصوصا بعد ما انتهت الحرب بين غزة والكيان الصهيوني، نوعا ما هي أعطت نوع من الريليف أو هدأت، ممكن يعني كان هناك نوع من الريليف، لكن المستويات 90، إذا في هناك أي نوع من الارتفاع يجب أن يتم أولا اختراق مستويات 90، عدا عن ذلك ستستمر التداولات ما بين 85 إلى مستويات 90. أشكرك ضيفي.